هذا وتتواصل أعمال القوافل العلاجية التابعة لوزارة الصحة لليوم الثاني بإحدى قرى محافظة أسوان. وتأتي هذه القوافل حرصا على سلامة المواطنين وتوفير الكشف والعلاج بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد عبر المترددون على القافلة عن شكرهم للرئيس السيسي الذي وفر لهم هذه القافلة بجميع التخصصات الطبية، ووفرت عليهم مشقة الانتقال لعيادات الأطباء الخاصة ودفع مبالغ كبيرة. احنا النهارده في قريه المحاميد التابعه لمركز ادفو بننفذ القافله على مدار يومين. القافله الطبيه العلاجيه هي خدمه مجانيه بتطلقها وزاره الصحه، بنحاول بنوصل بالخدمه الطبيه للمناطق المحرومه والمناطق الاكثر احتياجا او المناطق البعيده من الخدمه الطبيه. فكره القوافل العلاجيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، احنا بنضم تسع تخصصات طبيه مختلفه. الكشف والعلاج بالمجان بيقوم بتوقيع الكشف على الساده المنتفعين او اهلنا وناسنا، الساده الاخصائيين او الاستشاريين في كل تخصص. احنا نشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة من وزارة الصحة بالعلاج المجاني للقافلة الطبية وفيها 10 تخصصات بالكشف المجاني. نشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شكرا كثيرا، اللي هو جبنا القافلة علاج ببلاش ودكاترة كشف ببلاش وربنا يبارك فيه.